حلوة كل يوم زي الثاني نفيق ناكل ونشرب بعدين نروح الشغل نرجع ننام نحلم بس ما نقدرش نحقق حلمنا أنا نفسي أطلع من هاي البوابة اللي هناك شايفينها؟ عشان أتعرف على الناس يتعرفوا علي أزورهم ويزورونا وأحقق حلمي وأزور وأشوف العالم كله بس أكيد أمي بتكون خايفة علي لازم أرجع بس أنا مش راح أيأس وراح أضلني أنام إلا أوصل لحلمي Yeah.
زمان حضرنا يا الله زمان حضرنا